وشو؟ كيف اخباركم؟ الله يسلمك، عساكم بخير. الله يحييك. طيبين؟ الله يعافيك. كيف الحال يا سعد؟ علومك؟ عساكم بخير. الله يبارك فيك. طول عمرك. احنا اليوم حلقتنا ختامية. سلم. حزنت صح؟ وداعية. ايه. في نفس الوقت ما في حلقة يعني، ريالتي يعني. يا رب جميل. فايش رايك مجلد يسعى على الكلب هنا ولا هنا؟ سم سم يعني ما في حلقة. دخلنا في ذيك الحلقة. لا لا. الله يبشرك بالخير. دخلنا في ذيك احسن هذه. اوسع واشرح نزهم الشباب. اوسع. كيف الحال سرور؟ والله ابشرك نحمد الله. ما شاء الله اشوف انطباعات ال اشوف الحلقة. حقت ايش؟ لا اله الا الله. ان كانت بالبراد خليك هنا. ترى بالعادة هنا. ايه. هنا ترى شايل هم الفنجان. بنطلع شكلي. كيف امورك؟ اجيب لك الماصة. اقول انطباعات حلوة والله عن الزيارة اللي كانت البحرين. ليش؟ اللي كانت البارحة في البحرين. حاجة حلوة والله. ها؟ حاجة كويسة وإن شاء الله تكون بادرة خير. أن يكون كل سنة فيها زيارات لدول الخليج كلها. إن شاء الله. هي أمس كانت المسبحة. أنا بس أجيب حق الشيء عشان. يعني أنا قاعد أقول. ها؟ زي الحلقة اللي أمس جميلة صراحة. وفتحت آفاق حقيقة يعني خليني أقول يعني قربت المسافات بين شعوب الخليج. مرة مرة. أنا كنت في أبو ظبي. وتفاجأت بحجم المتابعات في الإمارات للقناة. ما شاء الله. الجمهور الإماراتي متابع جدا حقيقة لقناة بداية. جدا. إي والله. فالقناة جداً. ما شاء الله لها حضور على مستوى الخليج. احنا نلامسها أصلا في الاتصالات وفي الدعم وفي الأشياء هذه والله أكثر من برا. عشان كذا ضروري برامج زي البارحة تكون موجودة يعني كل فترة يكون فيه. فعلا فعلا دولة. لا هي أمس كانت الانطلاقة إن شاء الله. جميلة جميلة صراحة. وسمو الشيخ يعني واضح انك خفيف نفس يعني مره متفاعل جدا يعني مرحبا عبد العزيز هلا يلا حيا كيف الحال طيب شلونك عساكم بخير طيب كيف الحال سلام هلا كيف الحال طيب يا هلا شو اخبارك حياك كيف الحال عساكم بخير هلا هلا وسهلا جليل كيف الحال يلا حيا هلا كيف الحال طيب حياك الله سلام وانا في الظلماء سود الديادي يا هلا يا هلا كيف الحال يا مرحبا شلونك اخبارك احسنتم في البرنامج البارح ما شاء الله ليلى كانت الله يسعدك الحمد لله الحمد ليلى ليلى صراحه الله يسلمك الشكر لاداره القناه صاروا تعبوا ويانا الله يعطيكم العافيه والله في بيض وجيهكم وانا كنت اقول لك سرور يعني برنامج البارحه حقيقه يعني علامه فارقه في برنامج حياتك كله من حيث التفاعل والتجربه والخروج عن جغرافيه المنتجع الى دوله اخرى جغرافيه المملكه كلها جميله احنا طبعا احنا والبحرين بالذات ترى احنا دوله واحده يعني صحيح صحيح بلا شك كيف اموركم؟ اليوم هي حلقه ختاميه للامانه هو يمكن الجمهور وانتم زي جمهوركم او انتم تنقون العدوى الجمهور حقكم ما عاد يبون اي برنامج في الاكاديميه سوى الريالتي فحنا قلنا اليوم بخليها ريالتي عرفتوا خدته ونودعكم ونسلم عليكم ندعو الله عز وجل لكم بالتوفيق ان شاء الله في مسيرتكم الاعلاميه فانا اقترح الان انه انتم تصنعوا البرنامج الحلقه هذه مو انا فكيف تصنعونه؟ السلام والله احنا اللي اذا احنا حريصين على حاجه حريصين نشكر الله تبارك وتعالى اتممنا هذه النعمة ونشكرك استاذ سعيد والله الحقيقة كانت الفقرة اضافة رائعة لنا كان ما تسمع ايش اسوي طيب لو في سبيكر كنترول ترى احنا هنا مع الهواء يمكن ما نسمع مضبوط يعني فحطوا سبيكر للمتحدث فنشكرك والله استاذ سعيد على اللي صار ساعات طويلة قضيناها معك فوائد كبيرة احنا نذاكر ونشوف الفوائد اللي مرت علينا شيء كبير حريص اني اشكر بس الله يعطيك العافية واتمنى والله ان يعني نجمع التحايا اللي كنت تقولها لنا في الفترة الماضية كلها ونحييك الحين على هذا على هذا الله يعطيك العافية الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية انما نبغى الحلقة تكون مغازلات يعني ومداعبات ومدح فتفضل احمد اي يعطيك العافية الله يعافيك سامحي والله ما تقصر الشغله الثانيه ان احنا لو كنا برا على البرنامج
يمكن ننطر مثلا الدكتور الفلاني ولا المحاضر الفلاني نشوفه في اي دوله بيكون، متى بتكون دوره، نطلب من الله انه يعني نتمنى انه يكون في دولتنا الدوله مثلا لو كنت في البحرين اتمنى انه يحضر على الاقل لو ساعه واترك اشغالي واحضر. هني سبحان الله انت ما قصرت جزاك الله خير، رتبت الجدول وخليت الدكاتره يجونا اللي عندنا هني ويقدمون لنا هالفوائد وهالمعلومات الطيبه وبس والله يعني أقول. الله يعطيكم العافيه، بالعكس انتم كنتوا العمود الفقري في الاكاديميه، ومودنا برضو نكرر الكلام، ترى انا واضح ان قاعد نقود الحلقه الى المديح وانا ما يعجبني الجو هذا، لكن هلا صالح حياك الله يا اخي، رفقت صالح يا اخي. لا ما تكذب ان شاء الله يا محترم. تعطي رقم جوالك؟ اعطيك صالح بكبره مو بس رقم جوال. خلونا ايش اسمه ذا يعني، خلوني اقول لكم اني حريص حقيقه في كتاب الحلقه والاكاديميه ان ما نطلع بس بالفوائد. الفوائد بحد ذاتها هي قيمه عظيمه صراحه لكم، وانتم عارفين وانا عارف انه خلفنا ملايين يتابعون الاكاديميه والبرنامج بشكل عام. من هذا المنطلق الحقيقه تواصلت مع احدى مراكز التدريب المعتمده في البلد وطلبت منهم حقيقه انهم يقدمون شهاده معتمده لكل واحد حضر في هذه الاكاديميه. وراح يكون ان شاء الله تسليم الشهادات في ختام الحلقه اليوم، تستاهلون والله الشهاده اللي تجيكم وهي اقل شيء. وطبعا دائما انا اقول في التدريب، وهذا كلام لكل واحد مهتم بالتدريب، انا اقولها في الدورات اللي اقدمها، لا تحرصون على الشهاده وان كانت مهمه، يا جماعه احرصوا على المهاره. انا لو قلت لكم انا عندي والله شهاده اني جراح قلب وانا حقيقه ما اعرف في هذا العلم اي شيء، هل تنفع لي الشهاده؟ ممكن تقدم لي للناس لكن بتفضحني، ممكن يجي مستشفى معين ويتعاقد معي لكني بذبح خلق الله وبنفضح مع الوقت. فالشهاده بلا مهاره ما لها قيمه، المهاره اولا، المعلومه اولا، فنحرص على الشهاده، على المعلومه ثم الشهاده. فانا شايفكم ما شاء الله متفاعلين جزاكم الله خير، وهذا الشيء حقيقه انا احب اشكركم فيه، فقلت خلني اكافئكم بطريقتنا ان نخلي الساعات اللي قضيتوها معنا ما تروح سدى، نعطيكم على شهاده معتمده لعل تكون اضافه لكم. بيض الله وجهك ما تقصر والله. العافيه والله يا ابو جرير. الله يجزاكم خير، تفضل يا سروف. حياك الله يا ابو جرير. الله يبارك فيك. الله يطول لي عمرك. سلمك. اعطوه سبيكر يا جماعه، يهمني كلامه. والله اي اعطوني سبيكر. انا كنت ناوي ارفع صوتي لو ما اعطوني سبيكر. الله يجزاك خير. اقول الله يبيض وجهك. وجهك. صحيح انك قضينا ايام بقى. في الدوره. انا بالنسبه لي كانت كلها رياليتي، نفس هذا اليوم. بالنسبه لي والله انا شخصيا انها كانت رياليتي كاملة، استفدنا منها كثير، أنا شخصيا استفدت وأنا متأكد أن الشباب استفادوا في أشياء طلعنا عليها وكانت خافية عنا، عرفناها بطريقة عفوية وبسيطة بتقديمك السلس البسيط الأخوي اللي أنا أسميه. في نفس الوقت أنا أبغى أسمع منك، دائما تكلم في الإيجابيات في الدورة وإن إيش أضافت لنا وما أضافت. أنا بسألك الآن لو مثلا في نسخة ثانية حياتك اكيد بيكون فيها اكاديميه او بيكون، لو مثلا قلت لك ابو جرير الاشياء اللي بتعدلها في النسخه الجايه، يعني مثلا الان احنا عايشناها وفاتت عليك، انت شفتها ملحوظات او حاجه زي كذا وتشوف انها مثلا لو عاد الزمن بتعدلها، لكن نقول في نسخه ثانيه ايش في شيء ولا ما في؟ يا اخي انا قد قلت عنك انك عظيم وانت والله عظيم، مسيرتك كلها رائعه ما شاء الله. الله يطول لي عمرك. وبالامان يعني انت سرور صراحه، أنا ما ودي أخصك بالمدح لكن والشباب كلهم فيهم بركة، لكن أنت طالع في البرنامج بموديل مختلف تماما عن الشباب كلهم. الله يطول عمرك. وهذا النموذج اللي طالع فيه هو نموذج حقيقة أنا يعني يعجبني وأرتاح له وأنجذب له، وهو يعني شخصية سرور اللي يمثل الشخصية المتزنة الهادئة التي تصنع لها بصمة بدون ضجيج. أحلى اللي مدحونه وأنا أقدر. لا والله الأمان يعني شكرا لك يا سعد، حتى سعد دوسي كويس صراحه احبه. يكفيه الفخامه يا استاذ سعيد والله. يستاهل والله سرور. الله يرضى عليك. شخصيتي انا استفيد منها وانا اعتذر منك ترى يا سرور، انت وعبد الله الجيبان على وجه الخصوص. خذ خذ خذ. لانه انتم الحيتوا عليكم تقدمون في الاكاديميه ماده. صحيح. انا اللي ما اعطيتكم الفرصه. لا لا ابدا، لا والله انت ما قصرت وفتحت المجال، لكن كانت بس انها وافقت اخر شيء الشيء هذا وكانت في تنسيقات.
بالعكس طول ما عندك كأني قدمت. لكن السنة الجاية إن شاء الله صف أكاديمية أجيبك مدرب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. عموما سؤالك جميل جدا، سؤال سرور يقول لك لو جاء السنة الجاية أكاديمية وش اللي بتعدله؟ طبعا السؤال حقيقة جميل وذكي، وهو سؤال حقيقة يعني يجب لكل واحد نجاح يسأل نفس السؤال هذا. على كل حال هو الأكاديمية هي تجربة جديدة بالنسبة للإعلام الإعلام الواقع، يعني تفضل الواقع أن يكون في عندك برنامج تدريبي، تجربة جديدة ترى. وكانت أكاديمية حياتك هي أضخم برنامج أو أضخم منبر تدريبي على مستوى الوطن العربي، أنه يقدم تدريب لمدة 3 شهور وتدريب بشكل شبه يومي ومنوع ومنوع يعني وتفاعلي، يقدم الجمهور للمتسابقين. تجربة جديدة، الخطوة جديدة، احنا خضناها باجتهادات شخصية ومعنا فريق عمل طبعا فريق اعداد، وبالاستنارة بآراء الشباب في إدارة القناة والإعداد. لكن بلا شك انه يبقى العمل البشري خاضع للقصور، احيانا بعض الأخطاء ما تكتشفها الا اذا مارست العمل. طبعا في قصور معين بسيط، يعني انا طبعا تقييمي الأكاديمية بشكل عام ناجحة جدا 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 جدا، ولكم تتخيلون انه انا تواصل معي امرأة 80 عمرها فوق 80 وتقول لي انا كل حلقة تابعها واتفاعل معها. الله ما شاء الله تبارك. يعني انا مع اني انا كنت اظن احيانا انه الأكاديمية اللي بيستفيد منها هم الشباب. شريحة الشباب او المثقفين او المهتمين بتطوير الذات. لكن هذه السيدة اللي انا احب اشكرها على الهواء اللي تقول انا ما تفوتني حلقة واستفيد منها، اللي هي السيدة فاطمة محمد حسين. نعم نعم. تستاهل شكر. تستاهل. عمرها حول 85 ما شاء الله. ومتابعة الأكاديمية وتتواصل معي وتشكر على كل حلقة يعني. فكيف انه هذا البرنامج، انا عشان كذا اقول لك تقييمي للبرنامج انه برنامج ناجح. ما في شك. يبقى انه في قصور وفي اخطاء. اكثرها تكون يعني خلني اقدر اقول قصور يمكن يكون الوقت كان احيانا يداهمنا. احيانا بعض الاخطاء انه احنا ما وفقنا في ان نراعيكم كمتسابقين، لانه انا شعرت في الاخير ان ضغط على المتسابقين ان يكون البرايم من الاكاديميه متعب جدا، يعني يمكن ما اشعر فيه الا اللي يتامل. يعني انا شخصيا اللي احضر معكم في الاكاديميه واللي اقدم دورات لو جتني بعض اسئله برايم يمكن ما اجاوب عليها. فموضوع صعب ترى صعب. فمستقبل هذا الشيء اتوقع انه راح يكون له يمكن وجهه نظر اخرى، يعني انه ما مناسب تكون الاسئله من برايم بالشكل هذا، او ممكن احنا نقدم نهايه كل اكاديميه حقيبه، قدم حقيبه مختصره فيها 4-5 اسئله ترى هذه الاسئله بحيث انه تراكميه، هذا ممكن تصير يعني. وشغلات مثل هذا الوضع يعني مش شغلات خطيره يعني. في المقابل انا ما اخفيكم احنا مرينا بعقبات يعني التنسيق، يعني بعض المشاهدين وكثير كانوا يراسلوني جيب المدرب الفلاني، هم ما يدرون اني تواصلت معه 100 مره، ما يدرون انه مسافر، او ما يدرون انه مثلا الموضوع اللي بيتكلم فيه المدرب هذا طرحناه، فما يصح ان نكرر. يعني في اعتبارات معينه يمكن ما يدرون عنها، لكن للامانه ما في مدرب بارز على مستوى الخليج ما صار تواصل معه. صار تواصل معه، في ناس اعتذروا، في ناس يعني ما ناسب المواعيد لهم، في ناس كان ما يناسبهم اليوم الخميس واحنا ما عندنا خميس، ناس ما كان يناسبهم اليوم السبت واحنا ما عندنا سبت. اهلا السلام. اهلا وسهلا حياك الله. معليش تاخرت بس كنت ذاكر حق البرايم. اوه دافور. اي تذاكر حق البرايم انا اعتذر. الله يوفقك. فان شاء الله اذا حصل اكاديميه السنه القادمه ان شاء الله انه راح تكون بثوب جديد مختلف على الثوب هذا باذن الله. باذن الله. سؤالك يا اخي دخلنا في سين جيمو. طيب بدنا نستفيد احنا والله. الله يجزاكم خير. طيب خلونا نغير الجو، يمكن نسمع قصيده ولا نشيده ولا. اسمع يا ابو سيد. والله كنت ذاكر عند ابراهيم صوتي. صوتك مرتفع اي صح. طيب احمد بيشارك. احمد ايش؟ ايه شارك عندك مشاركه؟ باقي احمد مش علي شيء كذي ما اسمع. ايش اللي بتسمعنا؟ عشان بعدها عندنا تقرير بناخذه عن الفتره الماضيه. جميل. ايش اللي صار وايش اللي ما صار؟ وبعدها ان شاء الله نجيب الشهادات. شهادات بخشومكم ونمشي. شهادات حق الدورات؟ اي نعم. تفضل احمد. الله. أغيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب
لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب تشيب. الله يسلمك. جاهز التقرير؟ مبسوط اليوم صدق. التقرير جاهز؟ ها؟ الشباب معنا في الكنترول. طيب نطلع التقرير نشوفه. شوف التقرير ونرجع لكم إن شاء الله بعد التقرير. أهلا وسهلا بالشباب. كيف تسوق لمشروعك؟ حياكم الله. المعدل الذي كان يمشيه الإنسان الأول 16 كيلو في اليوم. أول شغلة لازم نعرفها يا شباب ونتكلم فيها التسويق اليوم. لما أقول كلمة تسويق، لما نتكلم على الاغتراب في المنزل، كيف نستعيد الإبداع؟ حاول أن تمزج هذا الشكل باسمك. الرغبات هي كل شيء أنت يخطر في بالك منك تبغاه. هل يحب الرجل أنه يرتبط مع امرأة شخصيتها قوية؟ عملية حرق الدهون تبدأ من أول ما يبدأ يتعرق الشخص. يعني يعرق. احنا جبنا لكم ضيف متخصص كالعادة. أبغاك تغمض عينك، وش أول شيء يجي في بالك؟ تسوي مسابقة بين مصورين اللي يصورون الأكل، واللي يفوز تعطيه هذا القيمة. انتبه انك تنبرش على طول في النقاش، فإنك تبني علاقات في أسبوعين بحجم العلاقات اللي تبنيها اللي تكلمت في سنتين. الاحتياجات اللي هو احتياج حقيقي بدونه أنت متعطل في حياتك. يعني دائرة بشكل، دائرة بشكل. أي الإبداع هو مثل كرة التنس الطاولة. بعض الأبناء يشعرون باغتراب في البيت. أنا مستحيل يكون عندي إبداع، ليش أنتظر الآخرين يحفزوني؟ أنا بحفز عمري بعمري. تكيف. أيوة. نفس المشكلة هذه، خلاص تتأقلم معاها وتمشي معاها. نقطة من الآخر. هو أكاديمي في جامعة الملك سعود. الزوج يحب الجدل والجدل يقتل الحب. كيف أحفز؟ السؤال ما زال قائما، أسمع إجابة وبعدها خليني أنتقل. لكن هذا السؤال عريض راح يجاوب عليها الدكتور سعيد العمودي من خلال هذا اللقاء. لازم هدفك اللي تحطه يكون في زمن. كيف تكون شخصيتي قوية؟ قيادة. القيادة يكون قائد. يعني جميل أن يتفق رجل وامرأة في قوة الشخصية بالتفاهم. يعني إذا كنت أنت ضعيف شخصية، الرجل لازم يكون المرأة قوية شخصية. قبل أسوي الشغلة هذه عشان أكافئ نفسي راح صرفت المبلغ. على فكرة هذه من صفات القائد، صادق صريح وكذلك يكون ردة فعل مع كل حدث. لازم يكون محترم. أن عندي شيء جميل جدا ورائع لازم أقدمه. تأخذ الجوال بس لا تكثر حتى لا تصب السمنة. فعلى العموم اجلس مع نفسك، ليس شرط أنك تروح وتسافر وتتعب. لا لا لا، انتهى به الزمان. بدأ يفكر ويرجع بالماضي ويعرف وش اللي عنده، كيف وده يطلع لحظة يسوي حاجة. المغرور يحتقر كل الناس ولا يرى أن في واحد أحسن منه. يا رجل إحنا ما نقبل أنك تحتقر عائلة، هذه قمة غرور. إذا ما كان هذا غرور وش يكون؟ أنا بسوي تمرين ونرجع للموضوع الثاني. من يستطيع أن يوصل النقاط التسعة ذي كلها بخط واحد؟ ماسكة قلم واحدة. ما شاء الله، يعني التقرير رجعنا إلى 3 شهور الخلف. تقرير مختصر. أشكر إعداد اللي عدوه الله يبيض وجيههم، وبمناسبة نرحب جميعا بالدكتور أحمد العمري. حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. الدكتور أحمد العمري هو قانوني ومحامي ومستشار في مركز سمو الفكر للتدريب والتطوير. وهذا المركز هو مركز اللي بادر بتقديم الشهادات اللي راح تأخذونها إن شاء الله ختام حلقة. هذه الشهادة للدورة فيها 40 ساعة تدريبية معتمدة إن شاء الله لكم عن الدورات الماضية في مركز سمو الفكر اللي الدكتور أحمد هو مرتبط فيه. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، تشرفنا في وجودي معكم اليوم. وحقيقة مركز سمو الفكر يفخر ويفتخر بأمثالكم من الشباب، وإن شاء الله أنكم تكونوا ضمن الكوكبة لهذا المركز ورواده بإذن الله سبحانه. المركز طبعا في جدة دكتور. اي نعم في جدة. يعني افهم بكره لو جاء سرور ولا سعد ولا محسن ولا واحد من الشباب وكان يبي يقدم دورة عن طريقكم تحتضنون لهم؟ بالعكس، احنا لهم نحتضنهم ونقدم لهم كل التسهيلات اللي ان شاء الله تساعدهم بها. وانا معهم. طيب انت في البداية. انا في بداية. طيب كلنا في بداية. فالجميع مرحبا بهم،
وأنت على رأسهم. الله يبيض وجهك. وأشكر قناة بداية أن استضافتنا يعني في هذا اليوم الطيب الجميل واللقاء مع هؤلاء الشباب ومعكم حقيقة. الله يعطيك العافية دكتور أحمد. والحقيقة إحنا أيضا نشكركم على المبادرة في أنكم قدمتم هذا، لأنه كان إحنا بنختم اليوم وكل عام وأنتم طيبين، لكن مبادرتكم في أن تكون هذه الدورات اللي قدمت على مدار الشهور يعني تحفظ للشباب كرصيد تدريبي، أنا أعتبرها مبادرة جميلة من مركز سمو الفكر. لأنا بسأل سؤال يعني اسمح لي في الأخير، إيش أبرز المواضيع تقدمونها، الدورات تقدمها مركز سمو الفكر في جدة طبعاً؟ نعم والله، مركز سمو الفكر حقيقة له انتشار كبير ويضم حقيقة نخبة من المدربين المعتمدين والمشهورين على مستوى، ليس على مستوى فقط المملكة بل على مستوى دول الخليج. قدمنا العديد من الدورات التدريبية في تطوير الذات، في الإدارة، في الاستشارات أيضا التربوية التعليمية النفسية. شكرا لك، الله يسعدك. في جميع المجالات اللي تخص التدريب حقيقة، وتخص أيضا كذلك الأسرة، ما يخص الأسرة، ما يخص الطفل، ما يخص جميع المجالات اللي تهم المجتمع بصفة عامة حقيقة. طيب أنا خلني كذا أنا أباغتك وهاجمك بسؤال، أو يعني أنت بالحقيقة تجاوب بالشيء اللي عجبك. نعم يعني كذا مباشرة، لو حبيت أنا طبعا أقدم برنامج تي أو تي تدريب مدربين، لو حبيت أقدم تدريب مدربين للشباب بحيث أنهم يطلعون من الدورة هذه وهم مدربين معتمدين، نعم، عن طريقكم تتمنون الموضوع هذا؟ لاحظين أنا بقدم لكم، أنا بقدم فري الدورة، نعم، والشباب يحضرون خاصة فيهم وأنتم تتكفلون الباقي، ممكن؟ باسم مركز سمو الفكر أرحب فيكم وأتمنى أنكم تزورونا، وإحنا مستعدين باستضافتكم في المركز وتقدم دورتك كما تريد لهؤلاء الشباب ومن يحبون. يعني أنا أقول هذا كلام والله، بقدم شيء للشباب لأننا نعرف الشباب أنهم يستحقون أن يكونوا في الساحة الإعلامية التدريبية. فأنا بادرت وأنتم بادرتوا والشباب إن شاء الله بادرون بإذن الله. الكرة في ملعبكم الآن، الشباب اللي يبون تدريب مدربين وشهادة معتمدة كمدرب معتمد، أنا أقدم الدورة ومركز يمنح الشهادة وأنتم احضروا. أتوقع الشغلة هذه ما في أبسط منها. والدكتور سامي الأنصاري مدير المركز حقيقة والمستشارين هناك في المركز يرحبون بالشباب جميعا وبمن يبادر أي مبادرة، لأن هذه حقيقة نحن نتبنى الشباب أمثالكم، لأنه نحن في عهد يجب أن نطور من فكرنا ومن ذاتنا ومن أنفسنا، لأننا أمام انفتاح في العالم كبير، لابد أننا نحتاج إلى هذه الدورات ونحتاج أمثالكم أنتم أيها الشباب أنهم يكونون معنا ونكون يدا واحدة ونبني مجتمعنا ونبني دولتنا ونبني بلادنا بما يحقق المصلحة العامة إن شاء الله للجميع. الله يعطيك العافية. أحمد تفضل. دكتور أحمد ما تقصر، إذا كان في عائق بعد المسافة، أنا قاعد في البحرين، في عندكم دورات عن بعد حضورها شيء ولا؟ إيه ممكن أن تكون عن طريق يعني بعض القاعات من خلال موقع لنا في سام. والله ما عاد بقي إلا أروح لأحمد البحرين يقدم الدور. والله أبرك كم ساعة ولا تحضر. والله ما شاء الله البحرين ترى فيها مدربين يعني ما شاء الله كبار، وفيها يعني فيها نشاط حقيقة في التدريب كبير جدا. ما خلك هناك. وإحنا متعاونين معهم. إيه عشان يحضرون. لا لكم متعاونين مع البحرين، مع قطر، مع الإمارات، مدربين معتمدين يجونا يعني. لأن إحنا مرة سلمك الله حضرنا في المضيرف من قرى بعيدة، كان في قاعة ما شاء الله والمبنى قديم، قاعة يحضرون فيها دورة أو محاضرات ويأخذون عليها رسائل بكالوريوس وماستر للنساء اللي هو أم الدرداء أظن. قاتم الدرداء شيء كذي، مع متواصلين مع جامعة الأميرة نورة ما شاء الله. فأنا ما أدري قلت سألت السؤال هذه من باب إنه إذا في دورات عن بعد نقدر نحصل عليها الشهايد المعتمدة إن شاء الله. وأنا كذلك مستعد إني أجي إلى البحرين وأقدم لكم دورة حتى مجانا. حياك الله والله. نور. الله يسعدك. نسجل أنا بس وأبشر إحنا مستعدين. طيب إحنا عشان الوقت حلقة ولا ودنا ندخل في الأسئلة ودي، خلونا نسمع منكم انطباعاتكم على الأكاديمية، شيء اللي ينفعنا في تطوير عملنا، وبعدها أختم بكلمة ونسلم المشهدات ونمشي وخليكم في جوكم. فعندكم شيء بتقولونه؟ محمود ايش فيك يا زعلان يا حبيبي؟ أنا ما زعلان. ما يحل البحرين؟ ها؟ لا لا قاعد من النوم. مبسوطين مرة. مرة مستانس. إي والله. شو نتكلم عن هذا في صمت كبير. إي لا محمود عندهم. عشان محمود هنا ثقيل شوي. الله يخليك.
عن الأكاديمية وتجربتنا فيها أو تجربتي فيها. صراحة الأكاديمية أول شيء جديد فكرتها أنه يكون في أكاديمية في الإعلام، المدرب يقدم الدورة والمشاركين أو المتسابقين قدام المدرب، وهناك من يتابعهم ويشاهدهم ويشوف تفاعل الشباب مع المدرب وتفاعل المدرب مع الشباب. أنا عن نفسي صراحة ركزت جدا على الدورات اللي تخص مجال الإعلام لأنها كانت جدا جدا دسمة ومفيدة واحتاجت إلى تحليل وكذا. أما الدورات الصحية فأنا استفدت منها كمعلومات عامة والمشاهدين أيضا أتوقع. وفي دورات تخص الشخصية غير الإعلامية اللي هي الشخصية ردود الأفعال أو التصرفات أو غير ذلك، كمان استفدنا منها. الشيء الجميل أيضا أنه كانت الدورات مرتبطة بالبرايم، يعني لابد أن احنا نراجعها، لابد أن احنا نتابعها، لابد أن احنا نركز فيها. صحيح يمكن تركيزنا راح على البرايم لكن خلاص المعلومة دخلت في الدماغ، فدخلت عشان برايم ولا دخلت عشان هدف أو غاية فهي وصلت. ونشكر كل مدرب جانا وتعب نفسه، ونقول لكل مدرب يسامحنا إنه شاف تقصير أو إساءة أو تصرف ما عجبه، ونشكر القائمين على إعداد هذه الأكاديمية، الأستاذ حسن والأستاذ سعيد والدكتور فارس، قاموا بجهد. وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله في المستقبل تشوفون ثمار هالدورة دي أو الدورات في الشباب كلهم إن شاء الله، والمشاهدين إن شاء الله، والمشاهدين بإذن الله. الله يعطيك العافية محمود، شكرا لك حبيبي. يهمني نسمع كلام وليد. طول بعمرك يا بعد راسك حبيبي. يمكن من أهم الأشياء اللي حمستني للبرنامج قبل أن أدخل اللي هو عرفنا فكرة في دورات هنا، ما أدري محمود يذكر ولا لا، كنت أكلمه قبل البرنامج على موضوع آلية البرنامج والأشياء هذه، أننا ما راح ندخل ونطلع كذا بس برنامج واقع وينتهي، لا نبي نطلع بفائدة اللي هي الدورات اللي تقام. الجميل بالموضوع أنه نختبر فيها بغض النظر كانت ذكريات زينة أو شينة اللي هو البرايم، وإن في أحد يطلع من هذا الموضوع مشكلة، لكن الجميل بالموضوع أن في استفادة بالنهاية. الاستفادة هذه كلها تلخصت الآن بالأربعين ساعة الجميلة هذه اللي قضيناها، وحنا كنا نسمعها ونطبقها. شكر كبير لك يا أبو جرير، والشكر أيضا للدكتور فارس السهلي على كل اللي قدمتوه لنا بهذه الدورات، عطيتونا جرعة قوية. يعني حنا يمكن من أهم الأشياء اللي طالع من البرنامج اللي بنشتغل عليها أنك تحضر دورات إعلامية وشيء زي كذا، أنتم صقلتونا للشيء هذا، خليتونا نتعود من الآن أن نصبر. مع أنه وليد ترى أنت يعني من الشخصيات في البرنامج اللي نعتبرها شخصيات جاية جاهزة مثقفة واعية، أقولها مجاملة، فهل فعلا استفدت من أنت شخصيا؟ والله بدون أي مجاملة أني استفدت بالفترة هذه استفادة كبيرة جدا ما شاء الله. وش تبي أنت؟ يشير يقول أشير علي. استفدت من دورة منصور، دورة فن الإقناع، شيء كبير صراحة. اللي استفدت من دورة منصور خصوصا اكتشفت أنه قاعد يلعب علينا ثلاث شهور هذه، أنه يصارف معنا هو قاعد يقنعنا بأشياء يمكن معنا بيها. لكن بالنهاية منصور جميل واللي قدمه جميل، مثل جميع المدربين اللي قدموهم. الله يعطيك العافية. سعد سريعا باللبس للشباب سريع رتويت لكل اللي قالوه الشباب، الله يسعدكم يا رب العالمين. لكن انا كان بس علي بس شويه ملاحظه فقط، تمنيت فقط انه يكون في شويه تنويع اكثر من التنويع الموجود حاليا، لان طماع شويه بزياده. مثال يعني كذلك مثل دوره مقامات او دوره فرضا السي في او السيره الذاتيه، طبعا كنحتاج بعض الاحيان هذه الشباب يحتاجون يعني بعض الامور متخصصه في يعني حياتهم المهنيه والعمليه المستقبليه. ولكن اللي ايضا اثرته فينا يعني صراحه وعلى المشاهد كان كنز كبير جدا جدا جدا، ولا اخفي هذا الشيء، وكلنا استمتعنا واستفدنا، وان شاء الله بس ان هذا العلم اللي اخذناه ان نفيد فيه المجتمع، هذا اهم شيء. الله يعطيك العافيه. بس حول النقطه هذه بس لتعليق لازم نوضحها للساده المشاهدين، وجميل انك طرحتها سعد. في مواضيع الدورات ترى منوعه، يعني هي 110 مواضيع في الحياه، يمكن اكثر من 10,000 موضوع ممكن تطور ذاتك فيه. احنا كان عندنا معايير في اختيار المواضيع واختيار المدربين، في معايير من ضمن المعايير الرئيسيه انه يجب ان يكون الموضوع المطروح يناسب مو الشباب، يناسب الشباب والمشاهدين بشتى يعني مراحلهم العمريه. لما نجيب مثلا موضوع مثلا عن خلني اقول لك مثلا عن لا اتصال، موضوع يناسب الجميع، يعني موضوع السي في مثلا موضوع حلو ومهم جدا
بس المستفيد منها في المقام الاول هم المقبلين على وظائف او التسويق الذاتي. احنا جبنا السي في ترى بس في التسويق الذاتي اللي قدمها الاخ محمد حطحوط. فبالتفصيل احنا حرصنا نجيب مواضيع، يعني الاخ عبد الله الجيبان الله يذكره بالخير يوم كان معنا قدام ما يرحل، كان عنده رغبه الى اليوم، على فكره ترى شكرته قبل شويه بس سعيد عشان تسمع الى اليوم، هو حريص جزاه الله خير انه يقدم عنده ماده قانونيه. وقال يا اخي عطني بس 10 دقائق، انا اقول للساده المشاهدين ترى انا ما لقيت له وقت، ولا هو والله حريص. وفي المقابل كنت اقول له يا عبد الله ترى الموضوع رغم انه مهم جدا لكن في شرائح في المجتمع ما يهمها. يعني مع انه في موضوع حيوي لكن في شرائح ما يهمها. فاحنا حرصنا على التنوع بقدر الامكان. طيب اسمح لي ابو جرير تفضل. قبل ما انك تبدا بشكل عام ودي بهذه المناسبه الحزينه لفراق الاكاديميه والسعيده بوجودك وجود صاحب سمو الفكر مركز سمو الفكر، ودنا نقدم لكم حاجة تتذكرونا فيها. الله يكرمك. هذه من جبتها؟ هذه من هنا ولا من البحرين هذه؟ اي والله. هذه وش هذه؟ هذه شوكلت فاخرة كذا تليق في مقامك. يا حبيبي الدكتور أحمد العمري. ايه؟ الله. هذه عن سمو الفكر أكلها يعني؟ اي تاكلها أنت جابتها عنهم. عنك عن سمو الفكر خذ ثنتين. عرفت بس. شكرا يا حبيبي. وهذا بلاك كافي لو أنتم حابين. طبعا حابين ليش ما نحب؟ اعطيني بلاك كافي بعدين مرة. شكرا يا عبد الله. ترى بدون سكر. على كل حال ايش عطنا ايش مشكله زي اللي قومي بعطيكم. على كل حال عبد الله مبادر دائما لاخر لحظه. تفضل يا سعد. اول شيء شكرا لكم. سم. شكرا لجميع طاقم بدايه، شكرا للدكتور احمد، شكرا استاذ سعيد، شكرا لكل مدرب حضر معنا في هذه الدورات. طبعا الدوره انا ابوي بقول لك قصه بس مختصره. انا ابوي حريص على العلم تمام، فكنت دايم قبل ادخل البرنامج كنت اقول يا ابوي ترى البرنامج كله اكاديميات كله دورات عشان كذا ابغى ادخل برنامج، فهمت؟ فكان اغلب اسباب دخولي اني ادخل برنامج، لو اني قلت له البرنامج كله رياليتي يمكن يقول لا ما في علم خلاص تروح. فكنت اقول ابوي كله دورات كله برنامج خلنا ندخل. فالله يكتب اجركم ويسعدكم. والله العظيم اننا حزينين جدا لفراقكم، وعجبتني حركه انكم ربطتوا الدورات بالبرايم. ليش؟ لانه حقيقة احنا صرنا نحرص على الدورة اكثر من الحرص اللي كان فينا، زين؟ غير كذا المشاهد، بعض المشاهدين يهتمون من ناحية المتسابقين انه نبغاهم ينجحون، فرق الدعم، يرسلون بعض الاحيان الاسئلة، يرسلون اشياء، يعني الحرص الدورات مو علينا احنا فقط، حتى على الجمهور. فكانت فكرتكم جدا موفقة، نجحتوا فيها، وانا اعتبر هالبرنامج برنامج حياتك نجح نجاح كبير من ناحية الدورات، واتوقع انه من ولا برنامج قد مر على برامج الواقع او برامج الدورات او الاكاديميات بشكل عام سوى نفس الفكره ومثل هالوقت الكبير، يعني 40 ساعه مده 3 شهور، ترى شيء عظيم. جميل جميل. ما قد عمري حضرت اتوقع يمكن 10 ساعات. على كل حال ترى هي الدورات اللي قدمت 49 دوره. سلام. بس في بعض الدورات احنا ما حسبناها يعني انها كانت على شكل استشارات. فشكرا لك يا سعد الكلثم. الله يسعدك. وانت كنت حقيقه من الشخصيات اللي الامان يعني حاضر بتميز وبحرص وبجديه. الله يسعدك. وانا والله اشكر كل واحد كنت اشوفه جاد. بالمناسبه الكلام لكم، يعني حلقات الاكاديميه بعيده عنك اكاديميه وبعيده عن شخصي انا، هي معيار لجديه النجم. النجم اللي حريص يتطور هذا يعطينا مؤشر انه عنده قدره انه يستمر بشكل اكبر على الساحه. النجم اللي لا يحرص التطور، وهذا كلام والله كنت اقول البارحه لاحد النجوم، يعني نجوم معروفين جدا في القناه وياه، وسالني اخوه، كنت انا مع شخصيه مشهوره جدا واخوه موجود، قال لي وش يعجبك فلان؟ قلت انا يعجبني فيه حاجه انه عنده التحسن المستمر، رجل حريص انه يطور نفسه، هو فعلا هذا الشخص، وهذا يؤكد لي انه سيطول في الساحه. بينما بعض المشاهير ما يشعر انه ما يحتاج انه يطور نفسه، هذا مع الزمن راح يذبل وسيكون مثل الجليد اللي يذوب يذوب حتى يختفي. فسعد وانتم حاضرين الان بالذات الامانه كنت اشوف فيكم جديه، وانا على امل ان شاء الله ومتفائل انكم راح تكونون ايضا في الساحه بشكل اطول. عبد الله. هي احد الاسباب فعليا اللي خلتني اشترك في البرنامج واروح اقدم. يمكن ما عندي اهتمام كبير بالاعلام، لكن لما قالوا في دورات واشياء زي كذا، دورات ببلاش من يحصل؟ فكانت احد الاسباب. احنا في وقتنا الحالي، انا اتكلم عنك عبد الله الجيبان، محتاجين نتعلم. انا في مرحله التعلم حاليا، صح عمري عدى ال20 اللي هو المفروض مرحله الانجاز، لكن العمر المعياري هذا والعمر السنوي ما له اي اعتبار، لكن عمرك العقلي هذا اللي له اعتبار. حتى لو صار عمرك 40 انت في اي عمر حاليا؟
عمرك العقلي في اي منصب، هل هو في التعلم ولا في الانجاز ولا في مرحله الربح الدوره اللي احنا اخذناها. فمن هذه الدوره انا عرفت وين موقعي، انا محتاج اتعلم، انا جيت هنا علشان انا ابرز نفسي. من خلال ايش؟ من خلال اني اتعلم. اول البرنامج كنت حاجه، لما في بروفايلك قدموا الشباب وروني في بدايه البرنامج وروني بعدين، قالوا لي انت في المكان في يسمى هذا الصف الاول. ما كنت اعتقد ولا 1% اني بكون من الصف الاول، رغم انه ما يهمني الموضوع لكن برضه انا ما كنت اعتقد. فتفاجات اني انا هنا. ليش؟ بعد الله سبحانه وتعالى وبعد تطوير الذات واكاديميه حياتك خلتني فعلا اني انا اكون احد الصفوف الاولى. الحوار، الفكر الى اخره، كل هذه الاشياء رحتك او اخذناها من هذا المكان. احنا محتاجينه، وكل واحد بنا وكل واحد يسمعنا الان، انت محتاج انك تتعلم ولازم تضغط على نفسك عشان تتعلم. اكاديميه حياتك شكرا من الاعماق، شكرا من القلب، اسستنا وطورتنا. الكلمات لا توصف لها، فشكرا لكم جميعا وشكرا لمن دعوتهم. الله يعطيك العافيه عبد الله، شكرا لك حبيبي، شكرا لك عبد العزيز. ونختم فواز، معلش سامحني البقيه. الله ينفع بك يا ابو تالا ويكتب اجرك. الله يبارك فيك. وشكر خاص للمدربين اللي قدموا كلهم، الله يبيض وجيههم وجهك. وصراحه انا استفدت بالدورات هذه، ما بس اقول لك بس في مجال الاعلام، يعني استفدت في من ناحيه مايكك ارفع عشان اسمع لك كلامك عبد العزيز، ترى بالنسبه لنا مهم جدا. يعني يا ابو تالا اي والله، الاعلام اللي استفدت منه في دورات على الاعلام عند دكتور ماجد الاستاذ ماجد الغامدي وغيره، وفيه عن الصحه، وفيه المهنيه، يعني اشياء استفيد منها في حياتي الشخصيه مستقبلا يعني بتنفعنا. فالله يكتب اجركم وينفع بكم ان شاء الله الاسلام والمسلمين. الله يبيض وجهك عبد العزيز، وشهادتي بك مجروحه يا ابو عزة، والله يوفقك ان شاء الله. طول عمرك فواز اخوي سعيد حبيبي، الله يسعدك ويوفقك. ترى تابعتك اليوم في تويتر على فكره يا حبيبي. والله شرف لي، والله شرف لي. يلا خش في الموضوع بس ابلغ. انا والله هذه الفقره اعتبرها اساس برنامج حياتك، وهي والله اللي صدق صدق عندي انا، والله فرقت معي للافضل كثير، واعتبرها والله نقطه تحول. في دكاتره فيه مدربين جونا والله ما ينسون، وعلقوا بالذاكره عندي، وكلامهم اعطاني شيء انه لا ترى اللي قبل كنت قاعد تسوي غلط، ففرقت معي كثير. الله يجزاكم خير فعلا. الله يعطيكم العافيه. وبالنهايه والله في ناس صراحه يستحقون دورات اضافيه مثل علي الكلفمي، انا جايك متاخر واعتذر. إيه؟ حاط ملابسي في الغساله، يوم جيت باخذها ابو الشباب دخل ملابسه وغسل من جديد. طيب انا الله صد ملابسي فانا اعتذر والله. الله يجزاك خير، شكرا لكم جميعا. احنا عشان الوقت انا احب اختم بكلمه ثم يعني نبدا التكريم مع الدكتور احمد. انا احب اني اشكر الله عز وجل اللي وفقنا في الاكاديميه. الحقيقه يعني في الختام انا احب اشكر مجموعه من الشخصيات اللي لها فضل علي على المستوى الشخصي وايضا على مستوى البرنامج. اما على المستوى الشخصي في الحقيقه الاكاديميه يمكن سببت لي حصار في وقتي، فقصرت مع ناس لهم حق وفضل علي. فانا اشكر والدي الشيخ مبارك بن شافي الحارثي اللي ان شاء الله باذن الله ان ننتهي ونزوره على طول مباشره باذن الله، وكذلك والدتي الاميره فايزه بنت علي بن ناصر، وان شاء الله نتابعني. وانا احب اشكرها ودعواتها، هي بالنسبه لي الهام، وحبها لي هو بالنسبه لي حقيقه وقود انا استمد منه كل عطائي وكل نجاحي في الحياه. وكذلك انا لا انسى ان اشكر زوجتي الاستاذه هند القحطاني، اللي يمكن ايضا اخذت انتم تسببتوا في اني اخذ وقت عليها يعني، وعلى ايضا بناتي في البيت، شكرا لهم جميعا. اما الشكر العملي للناس اللي معنا في الميدان، فشكر كبير الحقيقه، وهذا الشكر مو مجامله وطبيعتي لا اجامل، لكن شكر لمن امن بفكره الاكاديميه وامن بفكره التدريب. انا شعرت انه مؤمن بالموضوع هذا اللي هو الشيخ عبد العزيز العريفي، يعني ابو محمد، يعني الامانه مؤمن جدا باهميه التدريب ومتحمس جدا للاكاديميه، وهو يمكن هو الرائد في هذا الموضوع، هو اللي بادر فيها من ايام زد فرصتك. كذلك الشكر لابو يارا الاستاذ سامي الجعوني،
ويارا يعني الأمانة هو ما شاء الله تبارك الله كشاف بكل برامج وقاعد يعني يعطي آراء موفقة وسديدة بحكم خبرته العريضة في إعلام الواقع. شكر كبير للإعداد، ولا ودي أخص أسماء لكن لا بد أذكر أخوي حسن الزايري. الأستاذ حسن بذل جهد كبير حقيقة معنا الفترة الماضية، وكذلك الأستاذ محمد ناصر، الأستاذ أحمد داود، كبير المعدين ناصر الحربي جزاه الله خير. كل الشباب بذلوا جهد حقيقة، واللي ما ذكرت اسمه يعذرني. وأنا أحب أيضا أشكر فريق على السوشيال ميديا أنا ما أعرفهم، اللي هم فريق دعم أكاديمية حياتك. يعني أنا الحقيقة أتابعهم وأشوفهم يلخصون كل دورة كل حلقة واجتهدوا وبادروا. هذا فريق متطوع، لهم منا كل الشكر والتقدير. والحقيقة الأكاديمية للأمانة وجدنا أصداءها الكبيرة دوليا. طبعا في شخص أنا أشكره في الأخير أتعمدا يعني آخر أنه هو أيضا شريك نجاح، لكن الأمانة أصداء الأكاديمية بالذات برنامج بشكل عام، لكن الأكاديمية والله رسائل تأتي من أمريكا، من المغرب العربي، من الشام، من الخليج، بكل دولة. قلت لكم أنا إذا سافرت أشوف ناس كثير في كل مكان، أشوف الأكاديمية جزاكم الله خير، والله نستفيد منكم نتابعكم. هذا الشيء يسعدنا يعني بشكل كبير جدا، لأنه فعلا حنا نقدم إعلام له قيمة ولا محتوى، وهذا الشيء بحد ذاته هذا النجاح اللي نطمح فيه ونسعى له. شكرا من القلب لشريك نجاح الدكتور فارس السهلي أبو ناصر. يعني هو قدم حقيقة الأكاديمية الصحية، وميزة الأكاديمية كانت في محاور مختلفة، جانب تطوير الذات، الجانب الأسري، الجانب التربوي، الجانب الإداري، الجانب المهني، وكان في الجانب الصحي عند أبو ناصر وما قصر فيه. حنا نشكرهم جميعا، ولا يفوتني أن أشكر كل واحد منكم حضر وتعب، ونعرف أن المادة كانت ثقيلة والفقرة كانت متعبة، ويمكن أعدناكم إلى مقاعد التعلم، ولكن أنتم كنتم يعني رائعين وداعمين لنا في هذا البرنامج. الله يبيض وجيهكم. حنا بنسلمكم الشهادات، وبعد ما نسلمكم ترجعوها لنا عشان يوقعونها إن شاء الله الشباب في جدة، وبعدين إن شاء الله تصلكم بإذن الله عن طريق الشباب. شكرا لكم. ونكرر الشكر، الشكر لمركز سمو الفكر. حطوا لهم شكر على الشاشة يا شباب. جزاكم الله خير. خلاص ممتاز. شكرا لكم. شكرا. يستاهلون والله. ونسلم الشباب. تفضل يا أبو. حنا بنسلمكم من اليمين. تفضل يا أحمد مسعود. أحمد سعود تفضل. توفيق إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. ما في صورة ما في شيء. ما الصورة. أعتبر وصلت. سعد الدوسري. موفقين إن شاء الله. محسن. موفقين إن شاء الله. تستاهلون تستاهلون يا شباب. تفضل وليد. موفقين إن شاء الله. الله يوفقكم. موفقين. على طول على طول على طول. تفضل تستاهلون. موفقين. تستاهلون. تفضل صالح. موفقين إن شاء الله. تفضل سعد. موفقين إن شاء الله. الله يوفقكم. تستاهل تستاهل. إنه والله ودنا نسلم كل واحد من المشاهدين، ودنا نسلم شهادة اللي تابعونا، لكن يبينا مليون شهادة على كذا. إن شاء الله يزورونا ونكرمهم في مقر المركز إن شاء الله. استاهلون. موفق إن شاء الله. عبد العزيز الشهراني. موفق إن شاء الله. تستاهل عبد العزيز. موفق موفق. منصور ترى كان مدرب معنا برضو ما شاء الله. موفق إن شاء الله. الله يحفظك. عبد الله نجيبان كان يتمنى يكون مدرب معنا، هو مدرب خلاص محتاج. موفق إن شاء الله. إن شاء الله منكم نستفيد بإذن الله سبحانه. الله يجزاكم خير. وهذه بداية خطوة إن شاء الله. الله يجزاكم خير. بداية وأنتم في بداية، والله سبحانه وتعالى يقول ربي زدني علما، فهذا من العلم. وأنتم تأخذ حقيقة الدورات هذه هي خلاصة لعلم، تأخذ خلاصة العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله والسداد يا رب. الله يعطيكم العافية دكتور أحمد. في كلام أخير عندك؟ كلام بيقرأ من هنا حلو. تفضل. يقول إذا لم تجد من يصغي إليك ويستمع إلى آهاتك، نحن نستمع إليك ونفتح لك أبواب الأمل ونوافذ المستقبل. مركز سمو الفكر للاستشارات التربوية والتعليمية، لكم من القلب ألف شكر وشكر. جزاك الله خير. شكرا لكم. أي دعاية إن شاء الله أعطي حسابك ونعطيك إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم جميعا يا شباب. بلغوا شكرا للشباب اللي ما حضروا، شهاداتهم موجودة إن شاء الله. اجمعوا الشهادات عشان نوقع لكم ونعطيكم إياها، وبيض الله وجيهكم جميعا. أنا في ختام الأكاديمية أحب أشكر كل من تابعنا خلف الشاشات، كل واحد تابعنا السادة والسادات
والسيدات الله يعطيكم العافية وبيض وجيهكم. نتمنى إن شاء الله أن نقدم لكم بضاعة مفيدة وناجحة لكم ولبيوتكم ولحياتكم. ونذكركم ونذكر أنفسنا ونذكر كل من يتابعنا بالوقف المبروك، وقف أمي الحنونة، يعني اللي ما ساهم لا يضيع الفرصة، ساهم واعتبر هذا هو عربون خير بينك وبين الله حتى يبلغك الله عز وجل شهر رمضان المبارك. أنت بدعمك لوقف أم الحنونة تدعم أول شيء تدعم نفسك بالحسنات، ثم تدعم والدتك لله فضل عليك، ثم تدعم كتاب الله عز وجل اللي هو يعني الوحي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بادر بالخير وبادر بأجر، لا تتردد، حتى لو كان قد أنفقت ممكن تنفق ثاني مرة، ما فيها شيء، بالعكس أجر مضاعف عند الله عز وجل، ما يضيع أي أجر ولا أي ريال تحطه. الله يوفقنا وياكم إن شاء الله، باقي لنا يومين ويختم الوقف ويختم مع كل شيء، أو أقل من يومين حتى. أتمنى أن كل واحد لا يبخل على نفسه، ومن هذا الساعة ومن هذه اللحظة يقرر أنه يقدم شيء لنفسه ولوالدته ولخدمة كتاب الله. شكرا لكم يا شباب، جزاكم الله خير. في مبادرة عند الشباب، تفضل. سرور من بعد عبد العزيز، كل الشباب عادي، يلا اللي هذه ياخذه. نبدا نقول اي شيء وسعى في حياتك، في حياتك وانا بسعى في حياتي، عيشي وانسى ذكرياتك، ذكرياتك وارسم احلامك البكره، وارسم احلامك البكره. انت سير وانا سير وكل واحد له مصير، لو يصير اللي يصير لازم نوصل للاخير، لازم نوصل للاخير. الحياه احيا تقسى، والحياة حياة حلوة، لو قست والله منسى ايش معناها الاخوة، ايش معناها الاخوة. بالمحبة والتعاون نطوي يدرب الصعاب، لا رضينا للتهاون نطوي يدرب الصعاب، نطوي يدرب الصعاب. بمحبة ما أقدر لازم أرفع. بيني وبينك. يا سلام يا سلام، الله يبارك سير الرسول وانت واصف بالصلاة، نسأل الله القبول والتفاني في الحياة، والتفاني في الحياة. الله يبيض وجهكم يا شباب. يا شباب عاد تخلونا من بعد البرنامج، تنسونا ها؟ لا والله العظيم احلى اكاديمية نقول واحلى. تحية للسمو، السمو جايينك رجال، الله يسعدكم يا شباب. تعالوا عندنا هنا السيلفي صحنا. يلا استاذ سعيد، استاذ سعيد احلى سناب في العالم. الله يعطيكم العافية يا شباب. احلى استاذ سعيد، ابو جريد، وحدة اكاديمية، احلى وحدة. شكرا لكم، يعطيك العافية استاذ سعيد. هذا ممنوع السلفي هنا، بس احنا اصبر بس كمل، انت رايح سوي الامور طيبة ان شاء الله، احتمى مسك. شكرا لكم يا شباب، استودعكم الله، نلتقي على خير. شكرا حبيبي، متواصلين ان شاء الله. متواصلين، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزاكم، متواصلين طبعا، متواصلين. هذه الكروت وزعوها عاد ابشر والله بالشباب. لا بيعطيكم اياها بيوقع عليك، متواصلين على خير ان شاء الله. استانس قصة الزينة البارحة، اهم شيء انك عجبتك. لا ممتازة، وفقتك وفقت ما شاء الله، وانا والله مستانس على حضوركم، واقول للشباب يعني برنامج. يعطيكم العافية هوجو، شكرا لكم، يعطيكم العافية حبيبي، الله يعطيكم العافية. سم اقول وفقت والله في البرنامج حقيقة، استانس حلوة والله، مشاركاتكم حلوة، و طبعا لا بلا شك انه كان برنامج جميل وكان ختام قوي يعني. نعم اقول نسينا انا على الهواء. لا ما في مشكله، اطمح ان اكون مدرب معتمد يعني. لا ان شاء الله.